تمام. مسألة النابسك عامة، مسألة النابسك دي بتقول إن أنا عندي مجموعة من الأيتمز، كل أيتم بيبقى ليها ويت وفاليو. فأنا هنا عندي فور أيتم، دول كل أيتم ليها الويت ده والفاليو بتاعها ده، الأيتم التاني ليه الويت ده والفاليو بتاعه ده، وهكذا الأيتم التالت وهكذا الأيتم الرابع. تمام. هنا انا هعمل الجدول ده ازاي؟ انا عندي فور ايتمز، هنا عندي هعمل ماتريكس من 0 ل 4 الاكس، ومن 0 انا هنا عندي اعلى ويت 5، فهعمل هنا من 0 ل 5. تمام. بعد كده هشوف بقى، اعدي على رو، فاول رو هنا طبعا دول كلهم بصفرهم، دول زيروهات ودول زيروهات. بعد كده هنا بشوف اللي هنا اول رو، هنا بشوف الايتم الاول، الايتم الاول الويت بتاعه ب2 والفاليو ب3. فانا هنا عندي الويت ب2، فهنا ب2 بيساوي نفس الويت بتاع الايتم 1، فهحط قيمة الفاليو بتاعته اللي هي 3، يعني الثلاثة دي حطها هنا. بعد ما حطيت الثلاثة دي هنا، هعمل بقى بقيت الكولوم كله ثلاثات وبقيت الرو كله ثلاثات. تمام. ودي انا حطيت فيها صفر، فهعمل بقيت الرو كله صفار. ده اللي هو الايتم الاول. خش على الايتم الثاني. الايتم الثاني هنا عندي الويت بتاعه ب3، وهنا عندي 3، الفاليو عندي ب4، فهنا عشان الفاليو عندي ب4 اروح احط 4 هنا. تمام. وهكمل طبعا، الفاليو عندي ب4 فمش فهحط هنا اربعات بقيه الرو. تمام. لو الويت عندي ب5، امتى الويت عندي ب5؟ الويت عندي ب5 لو مجموعة تو ايتمز دول، مجموعة الويت بتاع الايتمز الاول والثاني 2 و3 5، فجمعت 2 و3 اداني 5، فهنا لو جمع هجمع بقى الفاليوز بتاعتها ال3 و4، فجمعت 3 و4 اداني 7، فاحط 7 هنا، وإن أحط 4 عشان مفيش حاجة هنا تقدر تديني 4. نخش على الأيتم التالت. الأيتم التالت الفاليو بتاعته ب4، الويت أب بتاعته ب4 والفاليو ب5. فهنا الويت ب4 حط فيها الفاليو اللي هي ال5. وهنا أحط 7، ليه؟ عشان أنا باخد من السيل اللي قبليها دي. نفس الكلام هنا احط 7 عشان اكمل بقيه الفوق، وهنا احط 5 عشان انا باخد من السيل اللي قبليها. بس هنعمل بقى تريس باك. السبعه دي قال لك جت منين؟ الاصل بتاعها اللي هي السبعه دي. ليه؟ عشان قال لك اللي هي مجموع الثلاثه والاربعه دول. السبعه دي جت منين؟ قال لك جت من الثلاثه دي. ليه؟ عشان قال لك هنا الايتم الثاني، هنا قصدي الايتم الاول الفاليو بتاعته كانت ب2، هنا الايتم الاول الويت قصدي بتاعته كانت ب2. والثلاثه دي جايه من البيج اللي هو دي، يعني ده باختصار شديد جدا.